عليكم ومرحبا بكم. ان شاء الله اليوم غادي نقدم معكم واحد السلطه. غادي نحتاجوا لهذه السلطه على بركه الله. عندنا واحد الكميه ديال الرز اللي سلقته في الماء وشويه الملحه ودرت وخلطت معه شويه ديال المايونيز. عندي هنايا خيزو محكوك، جلبانه مسلوقه في الماء وشويه الملحه، مطيشه نقيه مقطعه مربعات. عندي هنايا علبه ديال الذره، علبه ديال الطون، المايونيز، لاصوص فينيغريت اللي فيها الزيت وشويه الملحه، شويه الابزار والخل ولا الحامض على حسب الذوق ديال كل واحد. نبداو على بركه الله. هنا عندنا انا غنخدم في هذا المول هذا على الشكل هذا. غادي نبداو بسم الله. غادي ندير واحد الكميه ديال الرز هنا في القاع، والباقي غادي نخليه باش غادي نغطي به السلطه ديالنا من الفوق. بحال هكا على الشكل هذا غنسرحو بحال هكا بحال هكا في القاع. السلطه كتجي رائعه وكتجي غنيه. غنديرو دابا شويه ديال المايونيز من الفوق بحال هكا، غير شويه فين تشد الخضر عندنا بين طبقه وطبقه كنديرو شويه ديال المايونيز. غنديرو طبقه ديال الجزر، وكيف ما يمكن لكم تعوضوا حاجه بحاجه. الا ما كانش مثلا ما بغيتوش الجزر تقدروا تعوضوه مثلا بالباربه مسلوقه ومحكوكه. غنديرو هنا شويه ديال لاصوص فينيغريت. غادي نديرو شويه ديال المايونيز. غنديرو هنايا جلبانه، طبقه ديال جلبانه. بحال هكا على الشكل هذا. غنديرو ليها لاصوص فينيغريت من الفوق. غنديرو شويه ديال المايونيز. واخا غير شويه شويه في البلاصه، مي واخا ما نديروهاش زعما في الطبقه كامله، نسرحها زعما في الطبقه كامله ماشي مشكل. طبقه ديال الطماطم، نديرو لاصوص فينيغريت، شويه ديال المايونيز. الطبقه ديال الذره. شويه ديال لاصوص فينيغريت.
غنديروا الطون. وغادي نبدل بطبقه ديال الروز بحال هكا على الشكل هذا. وغنغطيوها من الفوق بالفيلم اليمونتير وغادي ندخلوها للثلاجة تقريبا ساعة ديال المكانة بين ما قبضات في راسها، وغادي نخرجوها ونشوفوا الطريقة ديال التحضير ديال التزيين ديالها. بعد ما دازت ساعة ديال المكانة على الشلاضة ديالنا غادي خرجناها بحال هكا، غنحيدو ليها الفيلم اليمونتير وغادي نقلبوها في الطبسيل ديال التقديم. بعد ما قلبناها في طبق ديال التقديم على هذا الشكل هذا، عندي دابا هنا التزيين، عندي خيزو محكوك، عندي شويه ديال الجلبانه، عندي هنايا البيض ديال السمام، شويه ديال الذره، شويه ديال الزيتون، وكيبقى التزيين من الفوق على حسب الذوق ديال كل واحد. بسم الله. انا غادي نكمل التزيين بحال هكا ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا. السلطه ديالنا كتجي على هذا الشكل هذا. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. بالصحه والراحه الى وصفه اخرى ان شاء الله. ولا عجبكم الطبق ديالنا ديروا لايك وديروا ابوني وتابونوا مع اصحابكم.